ذلك قصد الذي هجر على ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم فلا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال هبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أدخلي في عبادي وأدخلي جنتي صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حديث